أي حركة يتحركها الإنسان في صلاته نستطيع أن نجعل لها حكم من الأحكام الخمسة. عندنا أحكام خمسة لأي حركة في الصلاة. 在拜功当中的一些动作 حركة محرمة. 有一些动作是被禁止的 الأكل الشرب في الصلاة الضحك 以及吃啊喝笑这都是拜功当中 حركة كثيرة يتحرك حركة كثيرة في صلاته 以及一些小动作 الثاني حركة قليلة 再有一点有一些人是非常细微的动作لكن لغير حاجة لا يحتاج هذه الحركة 是没有必要的一些细微的动作هذه مكروهة 这都是憎恶مثل يلتفت في صلاة التفات قليل 以及比如有些人眼睛那个来回看 الثالث حركة جائزة مباحة 还有一种动作是允许的 مثل جاءت بعوضة على أنفي وحركها كذا يصح比如来了一个蚊子你把它轰走那是可以حركة مستحبة 有一些动作是被喜爱的可加的 سد الفرج 把这个人和人站的时候要不要留空隙 الخامس حركة واجبة 有一些动作是必须要做到的 وجد مثلا على طاقية نجاسة 如果看到这个戴帽上 有脏东西لابد أن يزيل الطاقية يزيل النجاسة حتى تكون الصلاة صحيحة 如果知道你的戴帽子上这个掉上脏东西了要把帽子要نعم مبطلات الصلاة أشياء إذا جاءت في صلاتك فالصلاة باطلة 有些事情在拜功当中出现那你的拜功就无效了 الأول 比如 الكلام العمد يتكلم متعمدا 第一个就是故意说拜功以外的话 عالما تحريم الكلام في الصلاة 然后故意说在说拜功 之外的话 ذاكرا لا ناسيا 想拜功以外的事情这个不断的去想 الصلاة باطلة هنا 那他的拜功就无效 لكن لو تكلم ناسيا أو جاهلا تحريم الكلام في الصلاة فالصلاة صحيحة 如果他是无意的疏忽无意的说出了那么他的拜功 الأكل الشرب في الصلاة 在拜功当中吃喝 الضحك 笑 الحركة الكثيرة المتتابع متوالي عرفا لغير حاجة تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك 不断的做 无意的动作الالتفات الكثير عن القبلة يعني التفت هذا الاتجاه وهذا الاتجاه عن القبلة 左顾右盼这个动作非常大的左顾右盼 انكشاف العورة خاصة من يصلي في البنطال عندما يسجد أو يركع إذا انكشفت العورة فالصلاة باطلة 露出了胸体由鞠躬叩头把胸体露出来了那么他们的拜功是无效انتقاض الطهارة يعني خرج منه ريح مثلا وهو يصلي الصلاة باطلة لابد يخرج يتوضا ثم يرجع يعيد الصلاة 比如这个坏小这么事项出现比如放屁了等等那么他的拜功无效نعم